بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل محاضرات الجينرا تبع اللي تابع للانتيروبكتيريوز فاميلي. نستكمل اليوم ان شاء الله في المحاضره عن الانتيروباكتر. هناك ثلاث انواع مهمه للجينس انتيروباكتر، وهي انتيروباكتر بيروجينز، وانتيروباكتر كلواكسي، وانتيروباكتر ليكوفاسينز. واهمهم اللي هي انتيروباكتر ايروجينز، هي الموست امبورتنت وان من ناحيه طبيه. الانتيروباكتر ايروجينز كانت تسمى فورمالي نون از ايروباكتر، تسمى كانت في السابق ايروباكتر، واللي اوفن كونفيوزد ويز كلبسيلا. يعني كثير من الباحثين واللي بيشتغلوا في الميكروبيولوجي فيل بلخبط وتتداخل عليهم الامور بين الانتيروباكتر ايروجينز والكليبسيلا. السبب في ذلك انه الانتيروباكتر ايروجينز زي الكليبسيلا بتكون كبسول، لكن مش بنفس الكميه اللي بتتكونها الكليبسيلا، لكن على الصحون الزراعيه بتتشابه مع الكليبسيلا. هذه البكتيريا موتايل وبطبيعتها اورنيثين ديكربوكسيليز بوزيتيف، يعني تنتج انزيم الاورنيثين ديكربوكسيليز. These tests used to differentiate it from Klebsiella. نحن نتكلم عن إنه هي يعني confused مع الكلبسيلا، اتطلع على الموتيليتي، لأنه الكلبسيلا حكينا إنه إحنا هي نان موتايل، والأورنيثين ديكربوكسيليز إنزيم مش موجود في الكلبسيلا، فهدول الفحصين بفرقوا لي ما بين الكلبسيلا والإنتيروباكتر إيروجينز. This organism has a small capsule، أصغر من الكبسول التابع للكلبسيلا. May be found free living as well as in the intestinal tract. طيب it causes urinary tract infection and sepsis. ممكن تكون UTI وسبسيس. بالنسبة للايزوليشن اند دايجنوزز، الكالتشرنج اند كالتيفيشن، سبيسمين ار ريبليتد اون بوث بلاد اجار اند ماكونكي از ديفرنشال ميديا اند كالتيفيتد ايروبيكالي ات 37، عادي زي كل البكتيريا الانتيروبكترياسي. على المكونكي اجار كولونيز ابير بينك، لانه هي لاكتوز فرمنتر، بالتالي حتظهر عندي على المكونكي بشكل بينك. على الاي ام بي اجار الكولونيز بتظهر عندي بينك، والاي ام بي اللي هو ايوزين ميثيلين بلو اجار بيظهر عليه الديروباكتر ايروجينز على شكل بينك كولونيز. والان احنا حنفسر ليش هي بتظهر على هذا الوسط بشكل بينك. بقول لي الان ايزوليشن ميديا فور هذا اللي هو اي ام بي، اللي هو حنذكر الجيت اللي هو ايوزين ميثيلين بلو اجار. بيقول لي انه هذا بيستخدم ديفرنشيشن اوف ذا انتيروباكتريس بشكل عام. This medium is used for differentiation of Shisha coli and enterobacteria aerogenes. مهم جدا هذا في التفريق ما بين Shisha coli والenterobacteria aerogenes، وحنتكلم الآن عن خصائص هذا الوسط. الـ AMP أو الـ Eosin Methylene Blue is selective and differential media. احنا قلنا selective media يعني معناته بنفهم إنه هو يسمح بنمو بعض انواع البكتيريا ولا يسمح بنمو البعض الاخر. اذا حكينا انه سيلكتيف ميديا يسمح بنمو البعض ولا يسمح بنمو البعض الاخر، ذلك بناء على بعض الاضافات اللي احنا بنحطها في الوسط البكتيري. ديفرنشال يسمح بنمو الانواع المختلفه، ولكن بيميز كل نوع بلون مختلف، فهو سميناه ديفرنشال لانه بيسمح لانواع بالوان مختلفه. سيلكتيف ويسمح بانواع اخرى ولا يسمح بنمو البعض الاخر. اذا هو سيلكتيف وديفرنشال في ان واحد زي المكونكي اجار. هذا الميديم يوز تو ازوليت فيكال كوليفورمز، بيستخدم هذا الفحص لعزل الكوليفورمز اللي هي ماخوذه من البراز الادمي. اليوزين واي اند ميثيلين بلو ار بي اتش انديكيتور. الان اليوزين واي والميثيلين بلو اللي هم تسمى باسم هذا الفحص، هذا اللي وسط، هذول انديكيتور. واحنا قلنا الانديكيتور مواد كيميائيه او اسبار كاشفات، يعني تتغير لونها في الوسط الحامضي عنه في الوسط القاعدي او في الوسط المتعادل،
فالتغير في اللون بدل على انه البي اتش تغير، وطبعا تغيير البي اتش بدل على انه في مواد او عمليات بيوكيميائيه حدثت خلال نمو البكتيريا على هذا الصحن الزراعي. طيب البي اتش انديكيتور دايز which combine to form dark purple precipitate. إذا هي بتسوي dark purple precipitate at low pH، يعني low pH في الوسط الحامضي بتعمل dark purple precipitate، ترسيبات لونها dark purple على low pH، يعني عند الوسط الحامضي، يعني معناته عند إنتاج أحماض عضوية، يعني معناته عند عملية الفرمنتيشن للسكاكر اللي أنت حطيتها في الوسط. They also serve to inhibit the growth of most gram positive organisms. إذا من هنا أجت اللي هو قصة السلكتيفيتي، إنه هي الفحص هذا أو الوسط هذا بيمنع نمو الجرام بوزيتيف أورجانيزم، عشان هيك إحنا سميناه سلكتيف ميديا. طيب وديفرنشال ليش؟ لأنه هو في البكتيريا اللي بتعمل فرمنتيشن للسكاكه هي بتنتج أحماض عضوية، وبالتالي بينتج عن ذلك انخفاض البي اتش، وبالتالي بيصير في عندي دارك بيربل بريسيبيتيشن، وبالتالي فرقنا بينها وبين البكتيريا اللي بتعملش فرمنتيشن للسكاكه اللي انا حطيتها. طيب سكروز اند لاكتوز، ايش السكاكه اللي احنا بنحطها؟ سكروز اند لاكتوز سيرف اس فيرمنتبل كربوهيدرات سورسز ويتش انكرج ذا جروث اوف فيكال كوليفورم اند بروفايد مينز اوف ديفرنشيتنج ذيم. الان السكاكه اللي بنحطها هي سكر السكروز وسكر اللاكتوز، وبنشوف الميكروبات اللي هي تابعه للانتيروبكتيرياسين بتعمل فرمنتيشن ولا لا للسكاكر الكبيره هذه او الكثيره، وبالتالي اذا كان في عمل فرمنتيشن حتطلع كميه كبيره من الاحماض العضويه اللي حتنزل قيمه البي اتش، واللي كمان حتصير عندي حتسبب ترسيب لبريسيبيتيشن باللون الدارك بيربل. طيب الآن vigorous fermenters of lactose or saccharose will produce quantities of acid sufficient to form dark purple dye complex. بالنسبة للبكتيريا الجينرا اللي هي تابعة للانتيروبكتيرياسين والتي تستطيع أنها تعمل fermentation vigorously بشكل كبير للاكتوز أو السكروز، للاكتوز أو السكروز، هذه حتنتج كميات كبيرة من الأحماض التي تستطيع أنها تنزل قيمة البي اتش، وبالتالي ينتج عندي دارك بيربل كومبلكس أو بريسيبيتيت. The growth of these organisms will appear dark purple to black. حتنتج عندي dark purple to black. طيب الشريشة كولاي من ضمن الفيجورس فيرمنترز، هي فيجورس فيرمنتر often produce green metallic sheen. green metallic sheen طبقة من البريسيبيتيشن لونها بيكون جرين ميتاليك اخضر معدني على الكولونيز، وسلو لكن السلو اور ويك فيرمنترز زي الانتيروباكتر ايروجينز اللي بنتكلم عنها، هي بخلاف الشيشه كولاي هي مش فايجورس فيرمنتر، هي سلو اور ويك فيرمنترز. طيب الان الفيرمنتيشن اللي بيحدث ناتج عن انتيروباكتر ايروجينز مش بالقدر اللي بتسببه الشيشة كولاي، وبالتالي كمية الأحماض العضوية الناتجة عن الشيشة كولاي أكثر بكثير من كمية الأحماض العضوية اللي بتنتجها من تيروباكتر إيروجينز، لأنها هي سلو أور ويك فيرمنترز، وبالتالي الجرين ميتاليك شين أو البلو الدارك بلو بيربل بلاك بريسيبيتيت مش هنلاقيها في الانتيروباكتر إيروجينز، وبالتالي كمية الأحماض القليلة اللي أنتجتها هذه البكتيريا التيروباكتر هتكون فقط قادرة على إنها تحول اللون الكولوني إلى بينك كولونيز، إلى بينك كولونيز، وطبعا ميوكويد ليش؟ لأنه هي منتجة للكابسول. إذا كده إحنا بنلون الكولونيز، عشان كده سميناه ديفرنشيشن أو ديفرنشيال ميديا. اللون الكولونيز هو اللي عرفنا إذا كانت هذه انتيروباكتر أو كانت شيشة كولاي من خلال اللون. Normally colored or colorless colonies indicate that the organism ferments neither lactose nor saccharose. إذا طلع عندي في الـ على هذا الـ AMB إذا طلعت colonies من غير لون، معناته لا هي بتعمل fermentation لا للاكتوز ولا للسكروز، وهذه بتكونش فيكال كوليفورم. إذا يعني فوائد عديدة إحنا بنجنيها من استخدام الـ AMB media
للتفريق ما بين اللي هو الجينرا التابع للانتيرو بكتيريا. هذه الصورة اللي على اليمين هنا، المنظر الأمامي هذا الشيشة كولاي زرعناها على الاي ام بي، وبالتالي لقينا عندنا هنا اللي هو الجرين ميتاليك شين. لاحظ انه اللون الاخضر المعدني هو اللي بيميز الشيشة كولاي هنا، وطبعا هذا الناتج عن كميات كبيره من الاحماض العضويه اللي نزلت البي اتش بالقدر الكافي عشان ينتج هذه البريسبيتيشن والاصباغ. اما بالنسبه للانتيرو باكتر ايروجينز فكانت هي يعني سلو اور ويك فيرمنترز، ما طلعتش كميات كبيره من الاحماض، فكان الناتج انه في عندي الكولونيز طلعت باللون الزهري. الدليل على ذلك انه هو ويك فيرمنتر، وبالتالي كده احنا فرقنا ما بين التو جينرا على الاي ام بي ميديا. هذا المنظر تبع الكولونيز للشيشاكولاي، وهذا المنظر تبع الكولونيز للانتيرو باكتر. طيب في بالنسبه للانتيرو باكتر البايوكيميكال تيست في الامبيك اللي ذكرناه نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، طبعا احنا شرحنا ايش يعني هذا، والموتيليتي تيست بوزيتيف قلنا هذا بخلاف الكليبسيلا. وعلى التريبل شوجر ايرون اجار احنا حكينا انه حكينا انه ان هنعرف تاني وهنتكلم تاني عن التريبل شوجر ايرون اجار بيعطيني اي اي جي ريزلت. ايش معناه الكلام هذا؟ اي اللي هو الاولانيه اللي هو اللون الاصفر على السطح، الاي الثانيه اللي في المقام اللي هي اللون الاصفر في القاع، والجي اللي هو ايه اللي هو جاز برودكشن. هذا بالنسبة للانتيرو باكتر ايروجينز. بالنسبة للسيراتشيا اللي هو الجنرا اللي بعد هيك تابع الانتيرو بكتيرياسي، بقول لي في هناك ثلاث انواع مهمة اللي هو سيراتشيا ماريسنس والروبيديا والليكوفاسينز. والسيراتشيا سبيشيز از ان اوبورتونيستيك باثوجين، هي اوبورتونيستيك باثوجين. وقلنا ايش معناته اوبورتونيستيك باثوجين؟ انه هي بتكون انتهازيه، بمعنى انه هي بتكون عايشه معيشه طبيعيه، لكن لما بيضعف جهاز المناعه او يتم مهاجمته بالفيروسات او بالبكتيريا ويضعف جهاز المناعه، فبتقوم هي بتقوم بعمل انفكشن. It's isolated mainly from patients on steroid and antibiotic therapy where the immune system is weak than normal. وهي طبعا لانها opportunistic، فهي لما بصير الاميون سيستم اضعف من الطبيعي بنعزلها من البيشنت. السيراتشيا ماريسنس از ون اوف ذا موست نوزوكوميال باثوجينز، واحنا ذكرنا ايش يعني معنات نوزوكوميال باثوجينز. السيراتشيا ماريسنس از كومون اوبورتونيستيك باثوجين ان هوسبيتالايز بيشنت patients، لأن قلنا هي نوزوكوم انفكشن. والسيراتشيا يوجوالي نون بيجمنتد، لكن هي causes especially in narcotic addicts and hospitalized patients. إذا قلنا السيراتشيا يوجوالي نون بيجمنتد، ملهاش صبغة، وطبعا هي causes especially in narcotic addicts اللي هم المدمنين المخدرات والهوسبيتالايز بيشنت، بتكون بتعمل لهم نيمونيا او بكتيريميا او اندوكاربايتس، اللي هم طبعا اللي مناعتهم بسيطه. اونلي اباوت 10% اوف ذا ايزوليت فور ريد فورم ريد بيجمنتس. هذا منظر للسيراتشيا ماريسنس، بتعمل ريد بيجمنت، لكن مش كل السترينز منها اللي بتعمل هذه الصبغه. اذا البكتيريا السيراتشيا تفرز ريد بيجمنت اسمها بروتيوجيوسين، وهذه بتكون موجوده عند 10% فقط من البكتيريا السيراتشيا ماريسنس. طيب بالنسبه للايزوليشن والدايجنوزز الكلتشر اند كالتيفيشن، بقول سبيسمنز ار بليتد، كل سبيسمنز ار بليتد اون بوث بلاد اجار اند ماكونكي اجار از ديفرنشال ميديا وكالتيفيتد على 37. بالنسبه على الماكونكي اولد كولونيز ابير بينك، لانه هي ديليد لاكتوز فيرمنتر، والمقصود بالديليد لاكتوز فيرمنتر انه هي بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن، لكن نتيجه انه
ضعف الانزيم اللي بيعمل فيرمنتيشن او ضعف عمليه ادخال اللاكتوز الى داخل الخليه البكتيريه، فبنسميها اللي بتتاخر في عمليه الانتاج الاحماض العضويه او الفيرمنتيشن، فبصير عندنا بنسميها ديليد لاكتوز فيرمنتر، وهذا بينتج عنه انه هي بتعمل بينك كولونيز في وقت متاخر عن نظيراتها من الانواع الاخرى اللي بتعمل في اللاكتوز فيرمنتيشن. الريد نيجمنت may be produced by colonies which is more clear when the organism is grown at 22 في درجة حرارة الروم تمبريتشر، بتم تحفيز البكتيريا السراتشيا على إنتاج الريد كولونيز أو الريد كلر اللي إحنا شفناه في الشريحة السابقة. بالنسبة للبايو كيميكال تيست الإنديك نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف على التي أس أي أي، إذا على التريبل شوجر أيون أجار السراتشيا بتعطيني كي على اي، معناته السطح العلوي بيكون قاعدي والسطح السفلي بيكون حامضي، هذا دلاله على انه هي نون لاكتوز فرمنتر ولكنها جلوكوز فرمنتر. هذا يعني بالنسبه للتريبل شوجر ايرون اجار. الجينوس اللي بعديه اللي هو الجروب اللي هو بروتياس والمورجانيلا والليبروفيدنسيا. الممبر اوف ذس جروب، ممبرز هذه الجروب مع بعض متشابهه، فهي مش تشترك مع بعضها في الموتايل او الموتيليتي، والدي امينات في نايل الانين، والجرو ان بوتاسيوم سيانات ميديا وفيرمنت زيلوز. هذه الخواص الاربعه تشترك فيها هذه الجروب الثلاثه اللي احنا ذكرناهم، البروتيس سبيشيز اند مورجانيلا مورجاني ار يورياز بوزيتيف، وطبعا بالذات البروتياس معروف مشهور عنه انه يورياز بوزيتيف، وايل بروفيدنسا سبيشيز يوجوالي ار يورياز نيجاتيف. هذه الاختلافات، هذه اللي بيجمعهم مع بعض وهذه الاختلافات ما بينهم. البروتياس والبروفيدنسا جروب فيرمنت لاكتوز فيري سلولي اور نوت ات اول، اما حسب السترينز اما بتكون فيرمنت لاكتوز فيري سلولي او نوت ات اول. طيب البروتياس في عندنا ثلاث انواع مهمين، بروتياس مايرابلز وبروتياس بولجاريس وبروتياس بينيري. الديزيز والباثوجينيسيس للبروتياس سبيشيز برودوس انفكشنز ان هيومن اونلي وين بكتيريا ليف ذا انتستينال تراك. نفس الكلام اللي احنا ذكرناه بالنسبه للشيشه كولاي، البروتياس فقط بتعمل مشكله لما تخرج من القناه الهضميه الى اماكن اخرى في الجسم، بتعمل urinary tract infection, bacteremia, pneumonia, focal lesions in the debilitated patient or those receiving intravenous infusions. الناس اللي عندهم بتعمل focal lesions، والبروتوس مايرابلز causes urinary tract infection and occasionally other infections بالإضافة إلى إصابات أخرى. البروتوس بولجاريس والمورجانيلا مورجاني are important nosocomial pathogens. في أنا ملاحظ هنا بقول لي بروتيس سبيشيز برودوس يورياز، طبعا هو يبروديوس يورياز تيست بوزيتيف او بوزيتيف قوي في اليورياز ريزلتنج ان رابيد هيدروليسيس اوف يوريا وذ ليبريشن اوف امونيا. لما البروتيس في الوسط اللي بنفحص فيه اليورياز تيست بتكسر اليوريا بيطلع عندي الامونيا، لذلك thus in urine tract infection with the بروتيس the urine become alkaline، عشان اخراج الامونيا، الامونيا بتحول الوسط الى قاعدي، ففي حالة الـ UTI infection بالبروتياس هتلاقي إنه اليورين بيكم ألكالين، لأنه بالناتج من الألكاليني ألكالينيتي هنا ناتج عن إنتاج الأمونيا الناتج من تكسير اليوريا، وهذا الكلام بيؤدي إلى إنه يحفز تكوين بعض الحصوات في الكلية، لأنه اتغير الـ pH تبع البول، وبالتالي لما بتغير البي اتش بيصير في هناك ترسيب للاملاح، وهذا بيؤدي الى تكوين الحصوات في المجرى البولي. بقول لي بروموتنج ستون فورميشن اند ميكينج اسيديفيكيشن فيرتشوالي امبوسيبل، مش امكانيه ان يكون البول في حاله انه المريض مصاب بالبروتس في المجرى البولي انه يكون حامضي. القاعديه هنا بتشجع على انه يترسب الاملاح وما تكونش دائبه في الوسط الحامضي زي ما هو في الوضع الطبيعي. الان بقول لي ذا رابيد موتيليتي اوف بروتس، طبعا هي متحركه
may contribute to its invasion of urinary tract، يعني بيساعد حركتها، بتساعد ان هي تصل الى المجرى البولي وتعمل مشاكل التهابات. الـ isolation and diagnosis للبروتياس نفس الشيء اللي هو حكيناه في السابق، السبيسمنز ار ريبيتد اون بوث بلاد ادار والماكونكي، وهدول طبعا كل الديفرنشال ميديا والسليكتيف ميديا زي ما حكينا. وعلى 37 البروتياس سبيشيز موف فيري اكتفلي باي مين اوف بيريتريكاس فلاجيلا، طبعا ما دام في حركه يبقى في فلاجيلا، والفلاجيلا بتكون موجوده على شكل بيريتريكاس resulting in swarming on solid media. swarming على solid media يعني المقصود فيه انه احنا لما بنحط البروتياس في موقع معين وعلى في نقطة معينة على الأوساط البكتيرية وبنحطها في الحضان، ثاني يوم بنلاقي انه البكتيريا انتشرت في نموها بشكل توسعي، وهذا بخلاف البكتيريات الأخرى اللي بتتكاثر بشكل كولوني نقطة واحدة في نفس المكان اللي انت حطيت فيه بالأمس البكتيريا، لكن هذا في الامور الطبيعيه. لكن بالنسبه للبروتياس عشانها يعني هايلي اكتيف موتايل، بتلاقيها انه هي تنتشر بشكل تسبح على الوسط الزراعي، فاحنا بنسميه هذا سوارمينج. بتلاقي انه الكولوني فرضت وبدات البكتيريا تنتشر على الصحن الى ان يعني ممكن تملا كل الصحن او السطح الخارجي للصحن. على ما كنت أدار الكولنز أبير كارلس، ليش؟ لأنه هي نون لاكتوز فرمنتر، نون لاكتوز فرمنتر، وبالتالي ما بتظهرش اللون البينك اللي احنا عارفينه على الماكونكي أدار. على تي اس اي اي بنلاحظ انه في الاعلى حامض قاعدي، في الاسفل حامضي وفي انتاج الغاز. ليش؟ لانه احنا قلنا نون لاكتوز فرمنتر، لما يكون لاكتوز فرمنتر معناته هتلاقي اللون الاصفر فوق وتحت، لما يكون نون لاكتوز فرمنتر هتلاقي انه ايه اللون الاحمر فوق واللون الاصفر هو اللي في الاسفل مع انتاج الغاز. طبعا زي ما انتم شايفين في الانبوبه اللي هنا، هاي كي على ايه زائد في انتاج للغازات. هذا يعني بالنسبه للتريبل شوجر ايرون. بالنسبه للبايوكيميكال تيست، الاوكسيديز تيست نيجاتيف لانه طبعا هي انتيرو بكتيرياسي. لاكتوز فيرمنتر نان لاكتوز فيرمنتر حكينا. الانفيك تيست بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف، واحنا حكينا وضحنا هذا الكلام. اليورياز تيست سترونج بوزيتيف جدا، والموتيليتي تيست طبعا متحركه وذكرنا هذا الكلام. في ملاحظه هنا بيقول لي البروتياس بولجاريس سترين ار يوزد ان ذا ويل فيليكس فيليكس تيست ويتش يوزد تو ديتكت ذا انفكشن اوف ريكيتسيا بروسيكي بتسبب اللي هو التايفس فيفر. الان الـ 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 هذا الكلام بيقول لي انه هي تستخدم الانتيجينات بتاعت البروتياس والجاريس تستخدم للكشف عن وجود الريكيتسيا. طيب الريكيتسيا اللي بتسبب التايفس فيفر، هذه الريكيتسيا هتقول لي طيب ايش دخل البروتياس والجاريس مع الريكيتسيا؟ هي تتشارك معها في بعض الانتيجينات، وبالتالي البروتياس اسهل عليا في الزراعه وفي الحصول على كميات كبيره منها للحصول على الانتيجينات. فبدل ما ان انا ازرع وانمي الريكيتسيا، انا بقوم بنمي البروتياس بولجاريس، ارخص واسهل واسرع من الريكيتسيا، وبالتالي باخذ منها اللي هو الانتيجينات الاو اكس وكي والبروتياس او اكس 19 والبروتياس او اكس 2. وهذا البروتياس او اكس 19 معروف ومشهور الفحص هذا، والهدف منه مش الكشف عن البروتياس، الهدف منه الكشف عن الريكيتسيا، لكن باستخدام او استخراج انتيجين او اكس 19 من اللي هو البروتياس لانه متشارك مع الريكيتسيا في هذا الموضوع. فهذا اللي عشان هيك هنسميه بروتياس او اكس 19، فهو ليس للكشف عن البروتياس وانما الكشف عن الريكيتسيا. This is because the cross reactivity between بروتياس and ريكيتسيا antigen لانه متطابقين الاوكس 19 هذا والاوكس 2 ما بين البروتياس والريكيتسيا، فاسهل الي وارخص واقل وقت وجهد ومال ان انا استخلص من البروتياس عنه في الريكيتسيا. هذا بالنسبه للبروتياس، وان شاء الله راح نكمل في المحاضرات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.